اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مستر محمد علي هديب. النهارده ان شاء الله باذن الله نتعلم حاجه جديده ونستفيد ونتحدى ونشوف الانجليزي عندنا عامل ايه. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، في بعض الناس بتواجه فيه مشاكل مع انه موضوع سهل جدا 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 وبسيط، وان شاء الله النهارده هنستفيد حاجات كتير ان شاء الله. يعني الموضوع ده طبعا اللي هي الكونديشنال سنتنسز او حالات اف. حالات اف في الانجليزي لازم الاول خالص قبل ما نبدا التحدي لازم نعرف بعض المعلومات اللي تهمنا واللي تخلي الموضوع بالنسبه لنا يبقى سهل خالص وبسيط. عندي حالات اف في الانجليزي اللي هي اللي احنا بنسميها conditional sentences، اللي هي بالعربي الجمل الشرطيه. الجمل الشرطيه يعني ايه؟ يعني الجمل المشروطه بشرط. هو اساسا انا عندي اف بالانجليزي اللي هي يعني اذا او لو، فهي بالعربي بقول لو عملت كذا هيحصل كذا، عشان كده هم بيسموها الجمل الشرطية، يعني لو في شرط لو اتحقق هيحصل النتيجة بتاعة الشرط. اللي مطلوب مني ان انا اعرف في الانجليزي ان حالات اف عبارة عن اربع حالات. عندي الزيرو كونديشنال الحالة الصفرية، الفيرست كونديشنال الحالة الاولى، السكند كونديشنال الحالة الثانية، الثيرد كونديشنال الحالة الثالثة. يبقى عندي كام حالة؟ عندي اربع حالات. دايما اقول للناس عشان خاطر نستفيد ونحل حالات اف دي بكل سهوله، اهم حاجه ان انا اعرف القوانين بتاع الاربع حالات. لو انت عرفت القانون او لو انت عرفت القانون بتاع كل حاله تيقن ان الموضوع هيبقى سهل جدا جدا. فعشان كده دايما اقول للناس احنا عندنا شرط وعندنا جواب الشرط. لو انا عرفت القانون عرفت الشرط، لو كان زمن كذا يبقى لازم جواب الشرط يكون كذا، يبقى الدنيا بالنسبه لي سهله خالص. هنبتدي اول حاجه عندي الزيرو كونديشنال الحاله الشرطيه الصفريه. الحالة الشرطية قانونها بيقول اف بريزنت سيمبل اللي هو مضارع بسيط، يعني اف يجي بعدها مضارع بسيط، الناحية التانية لازم تكون بريزنت سيمبل، يعني الشرط يكون مضارع بسيط وجواب الشرط يكون مضارع بسيط. بنستخدمها في ايه الحالة الصفرية دي؟ بنستخدمها مع حاجتين أساسيين اللي هو القوانين، أي قانون علمي كيميائي فيزيائي لازم يبقى مضارع بسيط مضارع بسيط. ورقم اتنين بنستخدمه مع العادات، اول ما الاقي كلام عن عاده بيقول لي اولوز، بيقول لي sometimes، بيقول لي usually، بيقول لي every، الحاجات بتاعت العاده، يبقى لازم اختار حاله صفريه، يبقى لازم الناحيه الاولانيه اختار مضارع بسيط والناحيه الثانيه لازم تكون مضارع بسيط برضه. عندي بعد كده الفيرست كونديشنال الحاله الشرطيه الاولى. الحاله الشرطيه الاولى قانونها بيقول ايه؟ بيقول اف بريزنت سيمبل يعني اف مضارع بسيط، الناحيه الثانيه لازم الاقي ويل او كان او مي زائد الفيرب في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. يبقى انا عندي اول ما الاقي اف معاها مضارع بسيط يبقى لازم الناحيه الثانيه ويل والمصدر او كان والمصدر او مي والمصدر. بنستخدمها للتعبير عن ايه؟ عن حاجه يمكن ان تحدث في المستقبل، يعني اقول لو انت ذاكرت ان شاء الله هتجيب مجموع كويس السنه الجايه، فهنا دي حاجه ينفع انها تحصل في المستقبل، يبقى بنستخدم حاله اولى. يبقى انا لو لقيت مع اف مضارع بسيط اختار ويل والمصدر، لقيت ويل والمصدر اختار مضارع بسيط. بس خلي بالي ان اف ما ينفعش يجي بعدها ويل، الجمله اللي بعدها على طول ما ينفعش تكون ويل، حتى لو في كلمه داله على المستقبل لازم يبقى مضارع بسيط، الناحيه الثانيه هي اللي ويل والمصدر. الحاله الثانيه يا مستر والله السكند كونديشنال قانونها بيقول اف باست سيمبل يعني اف ماضي بسيط، الناحيه الثانيه وود والمصدر او كود والمصدر او مايت والمصدر. الحاله دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حاجه منافيه للواقع، حاجه عكس الواقع، واحد ما بيذاكرش فمش هينجح، فبقول الواد ده لو يذاكر هينجح، يبقى انا ده بفترض افتراض عكس الواقع فبستخدم حاله ثانيه. يبقى انا بلاقي لما الاقي اف معاها ماضي بسيط ادور على وود والمصدر، لقيت وود والمصدر اختار ماضي بسيط، وبرده نفس الفكره ما ينفعش بعد اف اجيب وود لا ويل ولا وود، لازم هنا مستر اختار ماضي بسيط، لكن الناحيه الثانيه هي الود والمصدر. عندي بعد كده الحاله الثالثه قانونها بيقول اف باست بيرفكت اللي هو ماضي تام، الناحيه الثانيه وود هاف ويل بي بي او كود هاف ويل بي بي او مايت هاف ويل بي بي. الحالة الثالثة دي يا مستر بنختارها امتى؟ بتعبر عن افتراض عكس الماضي، انا يعني بفترض حاجة او ندم او لوم، لو انا بلوم حد يعني حاجة خلاص حصلت، واحد ما كانش بيذاكر فسقط، فانا بقول الواد ده لو كان ذاكر كان هينجح، فالكلام ده بفترض حاجة خلاص حصلت في الماضي بفترض عكسها، او بلومه او بندم، يبقى لازم اختار حالة ثالثة. لما الاقي على طول باست بيرفكت اللي هو الماضي التام اللي هو هاد والتصريف الثالث، يبقى لازم الناحية الثانية وود هاف والبي بي، لقيت وود هاف والبي بي يبقى لازم اختار ماضي تام. دي الحاجات الاساسيات، لو انت فهمت القوانين او لو انت فهمت القوانين ده الموضوع بالنسبة لكم هيبقى سهل جدا. هو الموضوع كله زي الميزان، بتلاقي جنب يبقى بتدور على الجنب الثاني، لقيت ماضي تام ادور على وود هاف والبي بي، لقيت وود هاف والبي بي ادور على ماضي تام، لقيت ماضي بسيط اختار وود والمصدر، لقيت ويل والمصدر اختار ماضي بسيط، لقيت مضارع بسيط اختار ويل والمصدر، لقيت ويل والمصدر اختار مضارع بسيط، لقيت مضارع بسيط يا مستر وكلام عن قوانين اختار مضارع بسيط برضه.
لقيت كلام عن عادات اولويز ويوجوال سام تايمز والحاجات دي كلها، او كلمه مثلا ات از هيز هابت دي عادته، يبقى لازم مضارع بسيط، مضارع بسيط. لو فهمنا كده يبقى ان شاء الله باذن الله مش هنواجه اي مشاكل خالص في التحدي بتاعنا، والناس ان شاء الله باذن الله هتكون هتحلي فيه كويس ان شاء الله، ونكون كويسين جدا فيه. نبدا بقى التحدي بتاعنا ان شاء الله. التحدي بتاعنا زي ما الناس عارفه او الناس اللي متابعانا هتبقى عارفه ان التحدي 20 عباره عن 20 جمله، كل جمله عليها نص درجه. احنا بنحل الجمل دي في ورقه خارجيه، او ممكن نوقف الشاشه ونعرف الاجابات بالظبط، ان الواحد فينا يحل الاسئله، ويا ريت تكون في ورقه خارجيه. وبعد كده بنروح مصححين بعد ما انا بوضح، بعد طبعا ما بستعرض كل الاسئله برجع بقى بحلها كلها بالتفصيل، واوضح كل واحده بالشرح، واقول كل واحده ليه حلتها كذا، وبنختار ايه بالظبط عشان خاطر تكون الاجابه صحيحه. زي ما احنا شايفين كده باين قدامنا 14 جمله، ممكن الناس تعمل بوز للفيديو، توقف الفيديو يعني وتحل براحتها، وبعد كده تكمل عادي خالص مفيش مشكله. وعندي دي الجمل الاخيره لحد جمله رقم 20، برضو الناس ممكن توقف الفيديو وتحل، وبعدين تبتدي تسمع الشرح. كده احنا استعرضنا الاسئله، نبتدي بقى الحل عشان خاطر نعرف كل جمله نحلها ازاي. نمبر 1 بيقول if he hadn't looked at the sun، لو ما بصش على الشمس، he space damaged his sight، كان ما كانش دمر الابصار بتاعه او ما كانش دمر نظره. لو احنا خدنا بالنا هنلاقي هنا اف جاي بعدها هاد والتصريف الثالث، هاد والتصريف الثالث ده اللي هو ماضي تام، واحنا قلنا لما بلاقي اف معاها ماضي تام يبقى حاله ثالثه، يبقى لازم الناحيه الثانيه وود هاف والبي بي. طب انا عندي هنا كلمه دامج دي البي بي، يبقى ناقص ايه؟ يبقى ناقص وود هاف. طب وود هاف يا مستر اللي هي رقم سي، يبقى لازم اختار وودنت هاف دامجد، ما كانش هيدمر. نمبر 2 اف ات سبيس فيري هوت تومورو، لو الجو كان حر بكره، وي ويل نوت جو تو ذا بيتش، مش هنروح الشاطئ. اولا عندي كلمه تومورو، دي كلمه داله على المستقبل، يبقى في الغالب هتكون حاله اولى. عندي كمان الناحيه الثانيه ويل والمصدر، احنا قلنا لما بلاقي ويل والمصدر يبقى حاله اولى، ساعتها يبقى لازم ايه اللي ايه ويل والمصدر؟ قلنا اف مضارع بسيط، ويل والمصدر. طب المضارع البسيط من فيرب تو بي اللي هو از، يبقى لازم نختار از. رقم نمبر 3، رقم 3 people who live near volcanoes، الناس اللي عايشين بالقرب من البراكين، leave home بيغادروا المنزل if they space. يا مستر والله هنا الجملة دي جميلة جدا، كتير جدا من الناس ممكن يغلط فيها. أنا عندي هنا if جاي قبلها طبعا هو ليف نير فولكينو، دي كلها اسمها جمله اعتراضيه او جمله ضمير وصل مالناش دعوه بيها خالص. الفعل الاساسي هنا هو كلمه ليف. طب ليف ده مستر مصدر، والمصدر مع الجمع بيبقى لانه بيبو الجمع، يبقى معناها ان هو مضارع بسيط. طب اف جاي قبلها مضارع بسيط، يبقى لازم بعدها ايه؟ محدش يقول لي ويل، احنا اتفقنا قلنا ما ينفعش الجمله اللي بعد اف يبقى فيها ويل. طب ايه يا مستر لما بيجي قبل اف مضارع بسيط يبقى لازم الناحيه الثانيه تكون مضارع بسيط؟ لان احنا قلنا اف مضارع بسيط، مضارع بسيط، يبقى لازم هنا اختار المضارع البسيط مع ذي، طبعا ذي جمع، يبقى لازم اختار الفعل في المصدر، لان دي حاله صفريه، لانه بيعبر عن حقيقه. الناس البراكين طبعا، الناس اللي عايشين في بيوت قريبه من البراكين، اول ما البراكين ما بتثور الناس بتسيب بيوتها. نمبر 4 اف اي وير يو، لو كنت مكانك، اي سبيس لسن تو ذا ويذر فوركاست، كنت هسمع للنشره الجويه بيفور ديسايدنج، قبل ما اكرر وير تو جو تومورو، اروح فين بكره. لو انا خدت بالي هنا الاقي اف اي وير يو، وير ده مستر ماضي بسيط. طب هنا انا عندي اف جاي بعدها ماضي بسيط، يبقى معناها ان دي حاله كام؟ حاله ثانيه. طب انا اف لما باجي بعدها ماضي بسيط يبقى لازم الناحيه الثانيه وود والمصدر، فهنا طبعا المصدر لسن موجود، يبقى ناقص وود، يبقى لازم اختار هنا نمبر بي. نمبر 5 وات سبيس اف ا هيوج ستورم هيت ذا كوست اوف ايجيبت، ايه اللي ممكن يحصل لو في عاصفه قويه خبطت الساحل بتاع مصر؟ طبعا الناس هتقول لي هنا انا عندي اف، ابص هنا يا مستر الاقي كلمه هيت، فالناس تقول لي ما هيت المصدر زيه زي الماضي، فهنا ممكن تبقى مضارع ممكن تبقى ماضي. طب هنا اختار على اي اساس؟ لا ما هو ستورم مفرد، ولو كانت مضارع كان حاطط لها اس، كان قال هيتس، لكن هنا معنى لو مش حاطط لها اس معناها ان ده زمن ماضي. طب انا اف يا مستر لما بيجي بعدها ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه قلنا وود ويل مصدر، يبقى لازم اختار وود هابن. نمبر 6 سبيس يو واتش ذا سكاي اون ا كلير نايت، لو شفت السماء في ليله صافيه، يو كان سي ستارز، هتقدر تشوف النجوم اند بلانيت. اولا ان كيس اوف دي في الانجليزي ما بختارهاش غير لازم يكون بعده النقط، يا اي ان جي اسم، ده فاعل وفعل، يبقى معناها ان كيس اوف غلط.
وير بختارها لو كان جاء بعد النقط فاعل ثم تو والمصدر. طب هنا دي مش تو والمصدر اساسا، يبقى معناها ان وير غلط، يبقى ناقص يا اما اف يا اما unless. الفرق ما بيناتهم اف وunless الاثنين واحد، بس الفرق كله ما بيناتهم فرق معنى. في الاثنين في الجرامر نفس القواعد عادي خالص، نفس الحالات الاولى والثانيه والثالثه، ولكن الفرق ما بيناتهم في المعنى. اف لو المعنيين متطابقين، يعني لو انا عايز اقول بالعربي لو حصل كذا هيحصل كذا، يبقى اختار اف. طب unless بالعربي معناها لو لم يحصل كذا هيحصل كذا، يبقى معناها لو كانت جملتين متناقضتين. طب هنا بقول السماء صافيه هتشوف النجوم، يبقى دول ماشيين مع بعض الجملتين متناسقين، يبقى لازم اختار اف، لانه بقول بالعربي لو اتفرجت على السماء في ليله صافيه هتشوف النجوم وهتشوف الكواكب، يبقى لازم هنا نختار اف. نمبر 7، if people space enough food they become ill. لو الناس ما حصلتش على طعام كافي هيصبحوا مرضى. انا عندي يا مستر هنا اف، الناحيه الثانيه ذي بيكم دي مصدر، والمصدر مع ذي يبقى معناها ان هو مضارع بسيط. طب الناحيه الثانيه مضارع بسيط، احنا قلنا في الانجليزي ما ينفعش بعد اف اجيب ويل او وود، يبقى لازم اجيب ايه يا مستر؟ ابص هنا الناحيه الثانيه لقيت مضارع بسيط، امتى بختار هنا بعد اف؟ لما باجي الناحيه الثانيه مضارع بسيط لازم اختار ايه؟ لازم اختار مضارع بسيط اللي هي الحاله الصفريه، اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه مضارع بسيط، فالمضارع البسيط اللي هو مين؟ اللي هو دونت جيت، لان دي يا مستر حقيقه لو الناس ما خدتش القدر الكافي من الاكل هتموت او هتعيا. نمبر 8، if it's warm and sunny tomorrow، لو الجو كان دافي ومشمس بكره I space swimming. يا مستر عندي هنا is ده مضارع، وعندي كمان كلمة تمر يبقى انا هدل على المستقبل، يبقى هنا بستخدم حالة اللي فيها بعد اف مضارع بسيط وبتعبر عن المستقبل اللي هي الحالة الحالة الأولى، والحالة الأولى بنختار اف مضارع بسيط الناحية الثانية والمصدر، يبقى لازم اختار will go. نمبر 9، if the storm لو العاصفة space our area trees الأشجار will be blown down، الأشجار هتقع and houses والبيوت will be damaged والبيوت هتدمر. طب أنا هنا يا مستر عندي اف والناحية التانية will والمصدر، احنا قلنا لما بلاقي اف will والمصدر يبقى لازم اختار مضارع بسيط، دي حالة أولى. طب هنا storm مفرد، والمفرد في الإنجليزي في المضارع البسيط بياخد الفعل آخره اس أو اي اس أو اي اس، يبقى لازم اختار reaches. نمبر 10، if you heat ice لو سخنت التلج it space. يا مستر عندي اف يو هيت، هيت ده مصدر مع يو يبقى معناها انها مضارع بسيط، عندي اف مضارع بسيط يبقى الناحيه الثانيه ينفع حاجه من اثنين، يا اما مضارع بسيط يا اما ويل والمصدر. طب هنا يا مستر بقول لو سخنت التلج هينصهر هيسيح، يبقى دي معناها انها حقيقه، لا ده ما حقيقه علميه، يبقى لازم اختار مضارع بسيط مضارع بسيط لانها حاله صفريه، وعندي كلمه ات مفرد والمفرد بياخد الفعل اخره اس، يبقى لازم اختار ميلت. نمبر 11، space we didn't get heat لو ما حصلناش على حرارة and light وضوء from the sun من الشمس there would be no life، مش هيبقى في حياة on earth على الأرض. احنا اتفقنا قلنا in case of لازم ing او اسم يبقى خلاص غلط، without زيها بالظبط لازم ing او اسم يبقى برضه غلط، لأن عندي we وعندي didn't، عندي فاعل وفعل، يبقى لازم يا if يا unless. نتعلم حاجة مهمة جدا، قال لي unless أساسا معناها بالعربي لو لم، قال لي عشان كده ما ينفعش الجملة اللي بعدها على طول تكون منفية، فأول ما تلاقي جملة منفية على طول أعرف إن unless غلط، فكده كده من غير ما نفكر لازم نختار if، ولكن حتى بالمعنى هتلاقي الجملة صحيحة. أقول لو ما حصلناش على هيت حرارة ولايت وضوء من الشمس مش هيبقى في حياة على الأرض، لأن إحنا بدون الضوء والحرارة مش هنعيش، هيبقى الدنيا ظلام على طول وفي نفس الوقت هيبقى الجو برد جدا فالناس هتموت. نمبر 12، I would go to the beach، أنا هروح الشاطئ if it space summer، لو الدنيا صيف أنا كنت رحت الشاطئ. أنا عندي الناحية الأولانية would والمصدر، أنا عندي if would والمصدر، إحنا قلنا if would والمصدر معناها إن هي حالة تانية، بتجي إيه بقى بعد if؟ قلنا if ماضي بسيط would والمصدر، يبقى أنا عايز ماضي بسيط، الماضي البسيط اللي هو وير. ممكن حد يسالني سؤال يقول لي بس احنا المفروض ان ات في الانجليزي بتاخد ووز، ازاي انا بختار هنا وير ما بختارش ووز؟ يعني المفروض ان وير دي غلط. قال لي لا، قال لي ما احنا قلنا الحاله الثانيه بعمل افتراض عكس الواقع، يعني الكلام ده بيعبر عن الاستحاله، يعني معناها ان انا ممكن اكون مثلا في الشتاء فبقول لو كان الجو صيف دلوقتي كنت رحت، طب دي حاجه مستحيل تحصل، يعني دلوقتي الجو شتاء، يبقى معناها ان ده مستحيل، فعشان كده قال لي بنستخدم وير في الحاله الثانيه، اول ما نلاقي وود والمصدر والاختيارات على فيرب تو بي بنختار وير مع كل الضمائر وكل الاسماء لانها بتعبر عن الاستحاله. نمبر 13، if you hadn't phoned لو انت ما كنتش اتصلت I space you were back from your holiday، انا ما كنتش عرفت ان انت رجعت من الاجازه. انا عندي اف جاي بعدها هاد والتصريف الثالث، هاد والتصريف الثالث قلنا يبقى ماضي تام، طب اف لما بيجي بعدها ماضي تام يبقى معناها حاله ثالثه، والناحيه الثانيه لازم تبقى would have والبي بي، يبقى هنا لازم اختار wouldn't have known لو ما كنتش اتصلت ما كنتش عرفت ان انت رجعت.
ندخل على الجزء اللي بعده. نمبر 14. If I space you I would listen to the weather forecast. كنت سمعت النشرة الجوية before going for a picnic, قبل ما اطلع في نزهة. انا عندي يا مستر هنا الناحية التانية would والمصدر. لما بلاقي would والمصدر يبقى لازم ماضي بسيط. طب الماضي البسيط قلنا من فيرب تو بي يبقى يا اما ووز يا اما وير, والمفروض اي بتاخد ووز, ولكن احنا قلنا ان هنا بعبر عن الاستحاله, لان ما ينفعش اقول لو انا كنت مكانك. انا ما ينفعش اكون مكانك, انا بس بفترض افتراض. فعشان كده قلنا بنستخدم وير مع كل الضمائر وكل الاسماء. واحنا كمان نتعلم برضه حاجه مهمه جدا, ان انا اف اي وير يو اي وود دي ده بنستخدمه لاعطاء النصيحه, عامله بالظبط زي كلمه يو شود. يعني لو عايز اقول لواحد نصيحه اقول له اف اي وير يو, انا لو انا مكانك اي وود ستادي هارد. يبقى اف اي وير يو اي وود بنستخدمها لاعطاء النصيحه, طبعا وبعد وود لازم المصدر. نمبر 15. سبيس اي تو هاف سم ماني اي وود بي ايبل تو هاف ا هير كات. انا عندي بقول لو انا كان معايا فلوس كنت قدرت ان انا اروح اقص شعري او ان انا اروح احلق. فهنا يا مستر والله انا عندي الناحيه الثانيه وضو والمصدر, معناها ان دي حاله ثانيه. طب هنا بص الاقي اي جاي بعدها تو والمصدر, مفيش في الانجليزي فاعل يجي بعديه تو والمصدر الا لو كان الرابط وير. فهنا لازم استخدم وير اي تو هاف. فممكن حد يسالني سؤال يقول لي يا مستر طب هنا دي معناها ايه؟ قال لي هي هنا وير يمكن استخدامها مكان اف عادي خالص, بتحل محل اف, بس بشرط يجي بعدها فاعل ثم تو والمصدر. يبقى انا ممكن اقول هنا تترجم لو عادي خالص, ما تترجمش كان. فبقول لو انا معايا بعض المال كنت رحت حلقت او كنت رحت قصيت شعري. يبقى انا هنا بستخدم وير مكان اف بس يجي بعدها فاعل ثم تو والمصدر. نمبر 16. Space the captain's help, مساعدة الكابتن during the storm, أثناء العاصفة. We would have lost our lives, كنا فقدنا حياتنا. أنا عندي الناحية التانية would have وال be be, يبقى المفروض الجنب الأولاني ماضي تام. طب هنا بصيت أساسا ما فيش جملة, ده هنا the captain apostrophe S دي بتاعت الملكية, help هنا جاية اسم بمعنى مساعدة, مساعدة الكابتن. يبقى هنا ما فيش فعل أساسا, ما فيش جملة, ده عبارة كله عن اسم. طب احنا قلنا اللي بيجي بعديه اسم, قلنا unless و if لازم يجي بعديهم جملة كاملة, يبقى الاثنين غلط, يبقى ناقص يا إما without يا إما in case of. طب ايه الفرق ما بيناتهم؟ قال لي in case of لو المعنيين متناسقين ماشيين مع بعضيهم, يعني اللي هي بتساوي if. قال لي without لو المعنيين متناقضين, المعنيين مش راكبين على بعض خالص, اللي هي زيها زي unless. طب هنا انا بقول الكابتن بيساعدنا, الجنب الثاني بقول احنا فقدنا حياتنا, يبقى معناها اننا المعنيين مش ماشيين مع بعض. انا عايز اقول لولا ان الكابتن ساعدنا او لولا مساعدة الكابتن كان زماننا دلوقتي فقدنا حياتنا, او بدون مساعدة الكابتن كان زماننا فقدنا حياتنا, اللي هي مين؟ اللي هي without. يبقى انا without بيجي بعدها اسم او ing. قال لي يا مستر وبتستخدم لما يكون الجملتين متناقضتين او مش راكبين على بعض خالص, لكن in case of بيجي بعدها ing او s بس يكون الجملتين متناسقين. نمبر 17. مي سبيس بي شوكد, مي هتكون مصدومه اف شي ريد ذا ريبورت, لو قرات التقرير. يا مستر عندي هنا اف جاي بعدها ريد, الناس تقول لي طب ما ريد تنفع مضارع وتنفع ماضي, نفس الفكره اللي فوق. قلنا لو كان مع شي, لو كانت مضارع كان حاطط لها اس, كان قال ريدز, يبقى كده معناها ان ريد دي ايه؟ معناها انها ماضي. طب اف هنا جاي بعدها ماضي بسيط, يبقى الناحيه الثانيه وود والمصدر, يبقى هنا لازم اختار وود بي شوكد. يبقى مريم او مي كانت هتتصدم لو كان قرأت التقرير. نمبر 18. I would go to the moon, انا هروح القمر. if I space انا عندي الجنب الاولاني وضو والمصدر, يبقى لازم الناحيه الثانيه ماضي بسيط. طب الماضي البسيط يا مستر اللي هو مين؟ اللي هو where asked. طب هنا يا مستر الجمله دي مالها؟ الجمله هنا مبنيه للمجهول. انا هنا بقول انا هروح القمر لو كان طلب مني, فطلب مني دي مبنيه للمجهول, والمبني المجهول في الماضي البسيط لان احنا قلنا وضو والمصدر يبقى لازم ماضي بسيط. الماضي البسيط اللي هو was او where والتصريف الثالث. طب احنا قلنا ان الحاله الثانيه دايما بنستخدم where مع كل الضمائر وكل الاسماء, يبقى لازم اختار where asked. نمبر 19. If they had had their lunch prepared, they space it before going out. اولا انا عندي had had, يبقى معناها ان دي حاله ثالثه. طب حد بس ممكن يسالني على المعنى, يقول لي يا مستر انا عندي هنا had their lunch وبعد كده prepared, جاب had وبعد كده المفعول وبعد كده التصريف التام, المفروض كان قال لي had prepared their lunch. قال لي يا مستر دي حاجه هنتعلمها هناخدها في ثالثه ثانوي ان شاء الله, ان انا لو سبقت المفعول على التصريف الثالث يبقى زيها زي المبني المجهول بالظبط, ان انا خليت حد هو اللي يعد لي الطعام او يعد لي الغذاء الغداء بتاع الغداء. فهنا بقول لو انا كنت خليت حد عمل لي الغداء, they not ate before going out, كان كنا اكلناه او كانوا اكلوه قبل ما يخرجوا. يبقى هنا يا مستر والله انا عندي الجنب الاولاني هاد اللي هو هاد والتصريف الثالث يبقى ماضي تام, يبقى لازم الناحيه الثانيه would have والبيبي اللي هي would have had.
لازم وود هاف والبي بي طبعا احسن حد يختار وود هاف، بس لا لازم وود هاف والتصريف الثالث، فالتصريف الثالث اللي هو هاد. نمبر 20 اي ويل كم اند سي يو تومورو، انا هاجي اشوفك بكره سبيس اي ام بيزي، لو انا مشغول. انا عندي الناحيه الاولانيه ويل والمصدر، الناحيه الثانيه مضارع بسيط، يبقى دي حاله من حالات اف. طب هنا يا مستر احنا قلنا ان كيس اوف وزاوت لازم يجي بعديهم اي ان جي او اسم، طب هنا عندي اي وام فاعل وفعل، معناها ان كيس اوف غلط وزاوت غلط، يبقى ناقص يا اما اف يا اما الس. طب ارجع للمعنى، انا بقول والله انا ان شاء الله هاجي ازورك وهشوفك انا مشغول، هل دول ماشيين مع بعض؟ لا، ده بقول انا هاجي اشوفك لو انا مش مشغول، اللي هي لو لم اكن مشغولا، فلو لم اللي هي ايه؟ اللي هي انلس، يبقى هنا لازم نختار انلس. الناس كده تحسب بقى، هتشوف هي جابت كام من 10، احنا قلنا النقطه عليها نص درجه. الناس تكتب لي الحاجات دي في التعليقات، اللي عنده اي ملاحظه او اي تعليق انا برحب بكل التعليقات طول ما هي ايجابيه. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجه. الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك ونفعل الجرس عشان خاطر يوصلنا كل تحدي جديد وكل فيديو جديد ان شاء الله انزله. لو عجبكم الفيديو نضغط لايك ان شاء الله، ونكون واسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.